التعدي على سيادة الدول وانتهاك الحقوق، جرائم تركيا يبدو أنها لن تمر مرور الكرام لتأخذ حيزا لها داخل ملفات حقوق الإنسان. فأردوغان لا يكف عن التعدي على سيادة الدول، لنجد أنفسنا أمام جريمة العدوان العسكري في شمال سوريا وما نجم عنه من انتهاكات ضد الإنسان، حيث تعمد الجيش التركي منذ دخوله سوريا ممارسة أبشع الجرائم من احتجاز تعسفي وتعذيب واستهداف مقصود، إضافة إلى عمليات قتل ممنهج للأكراد. ولم يكتفي نظام أردوغان بوحشيته في سوريا لينتقل إلى ليبيا منخرطا في الأزمة الليبية، مستغلا ما تشهده البلاد من حالة عدم الاستقرار، وعبر إرسال السلاح والعتاد ونقل المرتزقة من سوريا كانت الخطة التركية لتؤكد بذلك أنها بالفعل مأوى وملاذ للجماعات الإرهابية على كافة أشكالها. التقارير أثبتت أن أردوغان يعتمد على بعض الكيانات السرية المشبوهة لتنفيذ مخططاته الخبيثة لدعم الميليشيات الإرهابية في بعض الدول العربية التي تشهد أزمات كليبيا وسوريا. أما الأزمة مع قبرص فلم تتوقف تركيا عند حد انتهاكات المياه الإقليمية بحجة التنقيب عن الغاز، بل منع الجيش التركي القبارصة اليونانيين من زراعة أراضيهم بالمنطقة العازلة. وحول أوضاع اللاجئين فحدث ولا حرج لتزيد أنقرة معاناة فوق معاناة هؤلاء بعرقلتها لعمل المنظمات الإنسانية الدولية الخاصة بشؤون اللاجئين، إضافة إلى وقوع حالات طرد قسري جماعي للاجئين وطالبي اللجوء بعدما أرغمهم المسؤولون على توقيع نماذج للموافقة على العودة الطوعية. إذن هذه هي تصرفات أنقرة الحمقاء التي وثقتها المعلومات لتثبت قيام النظام بممارسة إرهاب الدولة وامتداد الانتهاكات الحقوقية من داخل تركيا إلى خارجها.